أول شيء أشكر صحيفة الوطن على استضافتها ولقائي اليوم، وأنا جدا سعيدة بوجودي بين بيتي الثاني، أنا أعتبره صحيفة الوطن، وإن شاء الله نطلع بلقاء خفيف وجميل معاكم بإذن الله. نشأتي، أنا نشأت في مدينة عيسى في عائلة مكونة من 6 أفراد، من أب وأم، ولدي شقيقين وشقيقتين، وأنا كنت الثالثة بالترتيب. طفولتي كانت جدا هادئة لأن أنا بطبعي إنسان هادئ، وأعتبر أن المدرسة هي البيت الثاني للطالب، لأن الطالب في طفل فيه، أو بالأحرى الطفل بهذا الوقت هو قاعد يكتشف نفسه، وقاعد حتى أن قدراته ومواهبه في هذه المرحلة الحساسة قاعدة تظهر. ولله الحمد أنا حظيت بمدرسات رائعات، يعني وايد تعبوا معاي وكونوا مثل ما أقول شخصيتي وشنو وين إبداعي ومجالي فيه. أنا خلال المرحلة المدرسية ما اكتفيت فقط بالدراسة، بل شاركت في العديد من الأنشطة المدرسية، منها دخلت الموسيقى، وكنتنا دائما في طابور الصباح نعزف حق زميلاتي الطالبات، ودخلت كشافة المدرسة، وكنت أوقات الصباح بعد أؤدي تحية العلم، وشاركت في الأنشطة الرياضية، وكنت في فريق كرة السلة وفريق الطائرة، ودشيت نادي القراءة بعد عندنا في المدرسة. فكل هذه الأمور والمجالات اللي أنا مريت فيها كونت شخصيتي وعرفت أنا شنو أبي. من يوم أنا صغيرة لو بتسأليني بتقولين لي نورة كبرتي شنو بتصيرين، كنت بقول لك بصير محامية. فكان عندي بعد مثل ما تقولين شغف أن دائما أدافع عن زميلاتي الطالبات، وحتى لو ما كان لي علاقة بالموضوع، فكان هالشيء طبيعة فيني. بس مع يعني دخولي لمراحل دراسية متقدمة صرت شغوفة بالرياضيات، كنت أحب علم الأرقام ولغة الأرقام، فهالشيء يمكن يعني تركزت عليه في الإعدادي، وعرفت أنا في المرحلة الثانوية شنو راح أدرس، أي تخصص راح أتجه له. ولله الحمد أنا اتجهت في المجال التجاري، وخلاص يعني من دشيت الثانوي قلت أنا أكيد في الجامعة راح أتخصص في كلية البزنس، عشان أنا بتكون وظيفتي إن شاء الله في قطاع البنوك. ولله الحمد هذه الفترة المدرسية. وأحب بعد أنوه أن أنا خلال نشأتي يعني عائلتي كانت محتضنة لي، وأنا ذاك كان للحين في مثل ما تقولين العقلية الذكورية، وكان المجتمع محافظ، لكن لله الحمد أنا عائلتي كانت متفهمة ومتفتحة، وما حسسون أن في فرق بين البنت والولد. يمكن هذه بعد من الأشياء اللي عطتني دافع حق شخصيتي، وأنه يكون عندي طموح، كانت دائما يحرصون على أنهم ينبهونا بعمل الخير ومساعدة الناس، وحتى أن احنا نهتم في دراستنا ونعرف احنا شنو نبي ووين مستقبلنا. فهذه يمكن من الأمور اللي وايد ساعدتني في بداياتي. وبعدين جاء مشروع جلالة الملك الإصلاحي وإيمانه الراسخ في البنت وفي المرأة، وكانت له رؤية مستقبلية، فهالشيء غير مفاهيم المجتمع. ولله الحمد يمكن عندنا نماذج نسائية رائعة اليوم، وهذا بسبب يعني فضل رب العالمين، وبعدها مشروع الإصلاح لجلالة الملك ودعم المجلس الأعلى للمرأة. خلال المرحلة الجامعية تعرفين أي تخصص لازم يكون في برنامج تدريبي للتخرج، وأنا كان باقي لي كورسين عن التخرج، وكان الصيف على عتبة الأبواب. قلت أنا بدال ما خلي الصيف إن يمشي مرور الكرام، خل أقدم على إن الوظيفة التدريبية عشان كمخصص إني أنا أخلصه. لله الحمد قدمت أوراقي في البنك الأهلي المتحد، وياتني على طول قبول منهم. وأذكر إن 1/7/2007 أنا دخلت البنك الأهلي المتحد، ودخلت، لا ما دخلت دخلة عادية، دخلت بكل حماس وكل شغف كأني موظفة، يعني مو كأني متدربة، يعني لدرجة أنهم استغربوا، يعني إن ما توقعوا ردة فعلي أنا، يعني أنا ذاك يعني داشة ملتزمة بالوقت، ودائما يعني أروح لهم عطوني شغل، يعني ما كنت أحب أقعد دقيقة من غير ما يكون عندي أي شيء أنا أسويه، وحتى إذا يعطوني يلاحظون أن أنا خلصة بسرعة وبدقة، ويشوفوني أروح من مكتب لمكتب أساعدكم في شيء أعطيكم في شيء. هم لاحظوا هذا الشيء فيني، وأنا يعني كنت ماخذته بالتزام تام، يعني ما كنت حاطة في بالي، يعني كنت حابة دي الشغلة بس ما كنت حاطة في بالي أبعاد ثانية. لكن لله الحمد يعني جاتني فرصة من عندهم قبل ما خلص الشهرين، اجتمعوا فيني وخبروني
إن أول شيء يسألوني إيش كثر باقي لك على الجامعة، وهل أنت تقدرين توازنين بين العمل وبين الدراسة؟ أنا يعني وقتها أخذ الحماس وقلت لهم إيه يعني هالشيء أنا أبي ولي شغف ورغبة فيه، ولله الحمد يعني خلصت الفترة التدريبية 31/8/2007 وكنت موظفة عندهم 1/9/2007، وحمد الله يعني قدرت إن أنا أدرس مسائي وأشتغل الصبح معاهم، وحمد الله يعني أنا أعتبر البنك الأهلي المتحد يعني كان بالنسبة لي مرحلة تأسيسية في عملي المهني. أنا قضيت معاهم 4 سنوات، 4 سنوات كونت فيها شخصيتي، عطتني أبعاد، عطتني يعني عرفت أنا نفسي مهنيا وين أبي أوصل. يعني أنا ابتديت يمكن أول شغلة لي في البنك كأمين صندوق تيلر، وبعدين تدرجت إلى خدمات الزبائن، وبعدها صرت سوبرفايزر الفرع، ولاحظوا فيني القيادة يعني حتى يمكن في ناس كانوا أعلى مني تايتل، بس لين يعطوني مهام أو أي شيء يشوفون لا أن أنا أقدر أنجزه. وهالأربع سنوات أرجع وأقول لك هي اللي أسست نورة مهنيا وخلتها تعرف هي شنو تبيها، ولله الحمد يعني مثل ما قلت لك خلصت ال4 سنوات وانتقلت إلى بنك الإثمار وهو بنك إسلامي. فاليوم بكل فخر أنا أقدر أقول لك إن أنا عندي 16 سنة خبرة في القطاع المصرفي بين بنك تجاري تعلمنا منه الكثير وبين بنك إسلامي. وخلال مرحلة العمل في قطاع البنوك كان عندي شغف إن أنا أعرف عن العمل النقابي أكثر، وهالشيء يعني الكل عارف إن العمل النقابي عمل تصادمي، عمل ضد الحكومات، عمل ضد أصحاب العمل، يعني كان الفكر الراديكالي راسخ آنذاك. لكن لله الحمد مشروع جلالة الملك الإصلاحي اللي قر فيه قانون النقابات غير الفكر، وأنا شفت هذا المنهج عند الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن أهما عندهم منهج سلمي، منهج عنوان التفاهم والحوار، واللي أنا دائما يعني مبادئي في الحياة إن كل شيء ينحل بالتفاهم وإذا إحنا قعدنا على طاولة حوار. فهالشيء اللي خلاني يعني أدش في النقابة وأكون اليوم نقابية، وحمد الله يعني كنت أول رئيسة للنقابة عام 2019، وهذا كان إنجاز للمرأة البحرينية. وحمد الله اليوم بعد بكل فخر أقدر أقول لك أول رئيسة للمجلس المركزي للاتحاد العربي، وبعد أول امرأة تترأسه. يعني في البداية يعني أنا توقعته على الصعيد المحلي، وكنت جدا فخورة في نفسي يعني أول امرأة وأصغر امرأة تتولى قطاع فيه 14,000 موظف وحوالي 362 مؤسسة بنكية ومالية. كان الحمل كبير، بس اللي خلاني شوي مثل ما تقولين في البداية خافيت. يعني ليش؟ يوم قالوا أول رئيسة يعني مو بس على صعيد المحلي، لا على الصعيد الإقليمي، أنا هني شوي مثل ما تقولين خفت هل أنا قد هالمسؤولية. يعني في النهاية إذا أنت بترفعين اسم بلادك يعني شيء لازم، يعني قعدت أتردد هل أنا بمثل ديرتي خير تمثيل. يعني مثل ما تقولين ضربنا بريك، بس بعدين يعني الحمد لله الدعم اللي جانا وثقتنا في نفسنا، وحمد الله يعني قدرنا ان احنا بعد ما حطينا خططنا واهدافنا ان نوصل ويكون لنا اسمنا مو بس على الصعيد المحلي حتى على صعيد خارج حدود البحرين. لها الهوايات يعني انت مثل ما انت عارفة العمل المصرفي ياخذ كثير من الوقت، وكذلك النشاط النقابي، لكن أنا أعشق القراءة ودائما أحرص على القراءة في مجالات متنوعة، لكن يأتي الاقتصاد في مقدمتها. أحب أعرف أخبار البنوك، البورصات، الأحداث العالمية وحتى السياسية، لأن السياسة مرتبطة في الاقتصاد وتأثر عليه بشكل مباشر. وكذلك أقرأ في قوانين النقابات العمالية والتقارير اللي تصدر بشأنها، وأحب أقول لك أن اليوم البحرين لها منظومة نقابية فريدة من نوعها يبنى عليها في تأسيس النقابات للدول المجاورة. وطبعا هني أعرب عن شكري وامتناني لجريدة الوطن لإعطائي الفرصة إن أنا أكتب مقالي الأسبوعي عندهم. الكتابة كانت شيء أنا كنت أعشقها من وقت طويل، بس بسبب العمل مثل ما تقولين شوي أهملناه.
وأنا أعتبر أن الكتابة هي القناة اللي تمر من خلالها الطاقة الداخلية اللي أقدر أعبر فيها عن رأيي في مختلف القضايا، منها الوطنية والاقتصادية وحتى المجتمعية. وكذلك أحب رياضة المشي وأحرص على ممارستها في ساعات الصباح الأولى، تعطيني طاقة إيجابية وتخليني أبدأ يومي بعزيمة ونشاط عشان أؤدي مهامي بكل حيوية. الحركة النقابية في مملكة البحرين أمر مو جديد، وهي لها تاريخ حافل ومنذ القرن الماضي، لكن قانون النقابات العمالية اللي كانت إحدى ثمرات مشروع جلالة الملك الإصلاحي فتحت آفاق واسعة أمام العمال في البحرين لتكوين نقاباتهم، للتعبير عن آرائهم وللمنافحة عن حقوقهم. وجاءت نقابة المصرفيين لتكمل هذه المسيرة، ولله الحمد لها جهود ملموسة. وضعنا حتى خطط توسعية في العمل النقابي، مو بس على الصعيد المحلي بل حتى على الصعيد الخارجي. لله الحمد اليوم نقابة المصرفيين يعني همزة وصل بين البنوك وقياداتها والعاملين فيها، وإحنا اليوم نبي نكون ناس فاعلين ومشاركين في صنع مستقبل هذه المهنة، ونطمح أن يكون لنا مقعد في مصرف البحرين المركزي، ويكون لنا تمثيل في جمعية المصارف، وتعاون وثيق وتنسيق في كافة المبادرات عشان الصورة تكون شاملة وغير مقتصرة على الإدارة التنفيذية، وأن القرارات تتخذ بعيداً عن أصحاب الشأن من العاملين في هذا القطاع. يعني نرى أن يجب الاستئناس برأي نقابة المصرفيين في التشريعات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع المجلس التشريعي بغرفته، لأن احنا اليوم موجودين على أرض الواقع، وإحنا أقرب نقطة لمنظومة العمل المصرفي، ونرى كل التحديات، وعندنا الأفكار وعندنا الحلول لها، ونسعى دائماً للحصول على ثقة العاملين في هذا القطاع من خلال توفير البرامج اللازمة لهم، وكذلك الامتيازات للنقابيين. لكل نقابة أهدافها ورؤيتها، وإحنا في نقابة المصرفيين لنا رسالتنا وأهدافنا ورؤيتنا، ولله الحمد إحنا اليوم همزة وصل بين البنوك وقياداتها والعاملين فيها، ونسعى دائما لتطوير هذه النقابة محليا، بأن تكون لنا مشاركة فعالة في صنع مستقبل هذه المهنة. اليوم نطمح أن يكون لنا مقعد في مصرف البحرين المركزي، ويتوجب علينا تمثيل في جمعية المصارف، وتعاون وثيق وتنسيق في كافة المبادرات عشان الصورة تكون شاملة وغير مقتصرة على الإدارة التنفيذية، والقرارات تتخذ بعيداً عن أصحاب الشأن من العاملين في هذا القطاع. ونرى أيضاً الاستئناس برأي النقابة في التشريعات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع المجلس التشريعي بغرفتيه، لأن احنا اليوم على أرض الواقع وأقرب نقطة لمنظومة العمل المصرفي، ونرى كل التحديات وعندنا الأفكار والحلول لها. وكذلك نسعى دائما للحصول على ثقة العاملين في هذا القطاع من خلال توفير برامج لازمة ومفيدة للأعضاء، وكذلك امتيازات للنقابيين. وعلى الصعيد الدولي أنا أعتبر أن احنا بدينا خطوة، لكن هذه الخطوة تعتبر أهم وأكبر خطوة في تاريخ نقابة المصرفيين، ألا وهي ترأسها للمجلس المركزي للاتحاد العربي للعاملين في المصارف والتأمينات والأعمال المالية، وكذلك حصولها على مقعد ثاني أمين عام مساعد للشباب. يمكن أهم التحديات اللي اليوم تواجه العاملين في قطاع المصارف هي الثورة التكنولوجية والرقمنة، وأنا أشوف لها وجهين. يعني التكنولوجيا اليوم تمثل تطور في العمل المصرفي، يقابله تدريب مستمر للعاملين في هذا القطاع عشان يواكبون المتغيرات والأحداث والمستجدات في هذا العمل، وفي نفس الوقت بتولد مخاطر سواء على صعيد الائتمان والمنافسة بين البنوك في سوق المال، وكذلك على صعيد التوظيف وخفض نسبة العمالة.
واليوم في نقابة المصرفيين نعمل على تخفيف من هذه التحديات بالتعاون مع الجهات الرسمية التدريبية وعلى رأسهم معهد البحرين للدراسات المصرفية BIBF ومبادرات صندوق العمل تمكين، ونعقد ونسعى لعقد اتفاقيات مع مختلف المؤسسات بشأن التدريب ليواصل العاملين في هذا القطاع مواكبة الثورة الرقمية، وكذلك نسعى لخلق قيادات شبابية واعدة. وهني أود الإشارة إلى أن الكوادر الوطنية الشابة أثبتت وجودها في مختلف مواقع العمل، ولعلها أبرزها العمل المصرفي والقطاع الاقتصادي بصورة أشمل. المرأة البحرينية يوم بعد يوم تحقق إنجاز تلو الإنجاز، وذلك استناداً لرؤية جلالة الملك المعظم ومشروعه الإصلاحي ودعم الكبير من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. اليوم المرأة البحرينية قاعدة تتبوأ أعلى المناصب ومن غير دعم سياسي مباشر لها، وإنما اعتماداً على قدراتها. واليوم قاعدين نشوفها على أرض الواقع نماذج من النساء المتميزات واللي حققوا سمعة طيبة عالمياً. وما ننسى المجلس الأعلى للمرأة اللي وضع استراتيجية وفسح المجال للمرأة البحرينية لتبدع، وهيئ لها البنية التحتية المتينة في منظومة السياسات والتشريعات. اليوم لله الحمد المرأة البحرينية تجاوزت كل هذه العقبات وتبوأت أعلى المناصب وأثبتت ذاتها وطموحها وكفاءتها. لكلمة أخيرة أوجهها إلى المرأة البحرينية: القيادة الرشيدة آمنت فينا، والمجلس الأعلى للمرأة عطانا زخم وقوة كبيرة. وكلمتي لكم: فلتبحثي عن تميزك وسوف تجدين جميع الأبواب مفتوحة للوصول إلى أهداف بعيدة لم تكن في الحسبان. وشكراً.